بس عشان أطير درون وأجربه لأول مرة بحياتي سافرت على جورجيا. وصلني أجدد درون من شركة DJI واللي هو الأفاتا 2. بصراحة لما شفت الإيميل وعرفت إنهم بدهم يبعثوا لي إياه شوي خفت، لأني عمري بحياتي إنه طيرت درون وعرفش إيش أعمل أصلاً. طب أطير وين؟ أنا عايش بدبي وهون مش سهل أبداً إنك تلاقي مكان مسموح فيه إنك تطيره. طب شو الحل؟ شو هو أقرب بلد مسموح فيه الدرون؟ جورجيا؟ جورجيا بعيدة عن دبي 3 ساعات وتهاش بيزا. يلا على جورجيا. أول ما وصلت تحمست على الموضوع بزيادة، بس شفت قدي حلو الطبيعة والمناظر، بس كان لازم نسوق 2 ساعة كاملين عشان نوصل للأوتيل اللي حاجزين فيه. وللأسف كانت الطريق جدا صعبة لأنه أغلب الشوارع يا مكسرة يا مش مزفتة يا فيها بقر، في عنا زوار. بس الحمد لله مشيت على خير وصلنا بالسلامة. وبرضه رجعت تحمست بس شفت قدي الأوتيل حلو، وسبب اختياري إله إنه كان بدي أطير الدرون بمكان كتير واسع بس بنفس الوقت فيه مناظر، لأنه أكيد مش رح أغامر وأروح أطيره بالمدينة أو حوالين الناس وأنا لسه مش عارفة راسي من رجلي. المهم هيك كان اليوم الأول. نروح لليوم الثاني، يوم التطهير. رح أطير الدرون لأول مرة بحياتي. هاي الشنطة فيها الأفاتتو، راحوا لي بقص العشب. طبعاً عمري بحياتي مطيرت درون فما بعرف أصلاً إذا رح أعرف أطيره أو لا، بس المفروض إن الموضوع كثير سهل. مفروض يكون سهل، بس هلأ بنشوف إذا رح أخبص الدنيا ولا لا. نروح هناك. واحد، اثنين. هاي الدرون المفروض إنه أفاتا 2 بيجي معه 3 بطاريات، ما بعرف إذا أفاتا 1 كمان نفس الإشي، وكل بطارية تقريباً بتطير الدرون 23 دقيقة. فهاي الدرون صار جاهز، الموشن كنترولر، والإشي اللي بخوف الجوجلز، النظارات اللي رح نلبسهم عشان نشوف وين الدرون عم بيروح. شغلة حلوة ماخدينها DJI بعين الاعتبار إنه للجماعة الحولي اللي زينا اللي بيلبسوا نظارات بتقدر ويما في دبور وراي في إشي عم بيعمل زز وراي، في إشي عم بيعمل لا 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 راح بروميس. اخ يا الله طلعني من المود. وشغله حلوه ماخذينها DJI بعين الاعتبار انه للجماعه الحولي اللي زينا اللي بيلبسوا نظارات حتلاقوا جوا عدسات بتقدروا تعدلوهم انتو بالطريقه اللي بتناسب نظركم. اوكي هلا اخر إشي ضل نعمله انه نشبك هدول النظارات بالموبايل ونشغل التطبيق. فخلونا نشبكهم. بدي اشلح نظاراتي. أبدأ؟ الدرون قدامي صح؟ هلأ حيطلع؟ أنا خفت، إيش أعمل؟ أوكي بس عم بكبس على تعطي البنزين ما عم بمشي. بالمحاولة الأولى ضل الدرون يلف حوالين حاله، وبعدين اكتشفت إنه السبب إني لسه بالبيجنر مود، ففكونا من الهبل ونبلش بالمحاولة الثانية. أنا الدرون. هاي شايفة عشان كان بالبيجنر مود، طلعوا لفوق. أوكي. أخيراً صار يمشي الدرون، بس مع أول دعسة كان رح يدخل بالشجرة. ضليت خايفة وعم بلاخن لأني مش قادرة أعرف كيف أخليه يروح يمين وشمال. جربت كل الكبسات، جربت كل إشي، عم بيضل يلف بمكانه، وإذا بدعس بنزين برضو بيضل ماشي دغري. كيف أخليه يروح يمين وشمال؟ بالمحاولة الثالثة رح أكتشف. أخيراً اكتشفت إنه إذا بمير الكنترولر لليمين الدرون بيروح يمين، وإذا بمير الكنترولر الشمال الدرون بيروح شمال. قبل كنت مفكرة إنه لازم أخليه يروح يمين وشمال بالكبسات، وهون صرت قادرة أسوق زي العالم، فيعني صرت قادرة إني أشوف وأصور أشياء حلوة. بس أكيد كنت لسه خايفة إني أقرب كتير من الأشياء لأني لسه مش حافظة أبعاد الدرون ومش قادرة أتخيل قديه هو قريب من الإشي، بس أكيد أحسن من المحاولة الأولى والثانية، صح ولا لا؟ هاد تاني يوم بجورجيا، والساعة قديه؟ الساعة 7:30 الصبح. لقينا هذا المكان، كله غيوم وجبال وزي اللي شفتوه يعني، بس المهم
نجرب نصور فيه. طوينا الدرون، بضل انسى وين الكبسه تبعتها. ياي غرتي جوا النظاره. صراحه موضوع النظاره شوي مزعج. ياي احذري شو الدرون لسه عليه الكفر. المفروض اننا جاهزين. جاهزه او استنوا شوي قبل ما افرجيكم شو صورت تاني يوم. بدي احكي لكم الخلاصه. اذا كنت مفكر انه تطهير الدرون موضوع صعب فهو مش صعب ابدا. اكيد اولها رح تحسه غريب ورح تنعجل شوي زي اي شيء تاني بالحياه. اكيد بده تدريب واكيد بده ممارسه، وكل ما تدربت اكثر كل ما صار تحكمك احسن. فشوفوا هلا شو طلع معي بالمحاوله الرابعه، وبس تخلصوا احكوا لي شو بدكم اجرب كمان لاول مره. جاهزين؟ شعرك؟